على يعطي يجي يحضر ياخذ فائده يندمج بالمجتمع المحلي، وهذا هذا هي الاوبجكتيف تبعنا، هذا الهدف تبعنا. دورة استراتيجية التخطيط بداية نحن انه نشتغل بالعمل الإداري ومننظم أمورنا وعندنا معلومات، ويمكن الحياة العملية الواحد بيتعلم فيها أكثر. بس لما بلشنا بهي الدورات حطينا المبادئ الأساسية، صارت أهداف المنظمة اللي احنا عم نشتغل فيها واضحة بالنسبة لنا، اللي احنا حطيناها بناء على حاجة المجتمع والخدمات اللي احنا عم نقدمها للمجتمع اللاجئين بشكل عام والمجتمع المحلي بشكل خاص. اللي بيميز هاي الورشة انه اي شخص لحتى يبين انتاجه او ابداعه او يعطي يلي بداخله لازم يكون مرتاح اكيد. فمن خلال هاي الورشة بنلاحظ ان كل الناس الموجودين المتطوعين مع المدرب عمي في أريحية بجو العمل، بتحس في فريق عمل. كل وحدة كانت 5 وحدات تقريبا، ضمت كل نشاط كان له مهام، يونات لمجموعة من الأشخاص، ممكن عدة مهام لشخص واحد. كانت الورشة جميلة جدا وممتعة. التنظيم تشمل 3 مراحل: الإعداد للمعرض، وإقامة المعرض، وتقييم. تقييم. هو مركز تنمية مجتمعية لكن له أهداف. عم نتكلم على مستويات مختلفة، مستوى اجتماعي، نتكلم على ثقافي، تعليمي، تحسين أيضا أحوال المعيشية وما شابه. هلا هذا المركز بحاجة لأن ينظم تنظيم إداري بحيث أن يكون في وحدات واضحة وكل وحدة لها مهامها، و
وكل وحدة فيها الموظفين المناسبين للقيام بالمهمات المحطوطة. نتكلم نحن على إعادة الهيكلة لهذه المراكز وعلاقات المستويات الوظيفية بعضها ببعض. عم نتكلم على علاقات ما بين وحدة ووحدة فنية وإدارية، عم نتكلم على علاقة الإدارة مع هذه الوحدات، علاقة المركز الرئيسي DRC مع المراكز. كل هذا الآن نحاول بورشة العمل أن ننظمه ونضعه في إطار تنظيمي واضح، ونستخلص بالنهاية النتاج تبعنا يكون هيكل تنظيمي واضح للوحدات أو المعالم، الأشخاص متوضعين بحسب مهاراتهم وخبراتهم فيه، يعرف كل واحد واجباته ومسؤولياته وصلاحياته المنوطة به، مع آليات التواصل والتعامل ضمن هذه الوحدات وخارج المركز. اسمحوا لي إخواني المتطوعين صاحبي الروح الإنسانية أنه تتفضلون وشاركونا بورشة التطوير التنظيمي، تأكدوا أنه رح تفيدكم جداً ورح تعزز روحكم المعنوية والإنسانية ونساعد بناء الشخص العراقي، الفرد العراقي أو اللاجئ العراقي من جديد.